التطرف يعني بشكل عام قدر يخوف الناس. انت لما بترسمهم كاريكاتير وتسخر منهم سواء برسوم كاريكاتيري او بقصائد او ببرامج الساخرة من هالتنظيمات، انت عم تهد البنية اللي قائمة عليها اللي بنية الخوف، تخويف الناس. فالكاريكاتير له كتير دور مهم بتسخيف هالقصص اللي يخوفونا منها وتقزيم حجم هالتنظيمات الإرهابية وجودا على الأرض. عندي مشاريع لاشتغل أفلام قصيرة حول يعني بلشت فيها مؤخرا، ولكن عم تتقطع يعني يمكن بدها شوية وقت لتنضج أكثر الفكرة، أني حول مجموعة من رسمات الكاريكاتير لمقاطع أنيميشن تكون قصيرة، أفلام كرتون يعني. والتجربة يعني التجارب السابقة على بساطتها أعطت نتائج حلوة، أنا عم أشوف أنه هي عم تنتشر بين الناس وعم يحبوها. المشروع الثاني أني ساوي معرض يكون مختلف عن بقية المعارض اللي ساويتها قبل هلا بأسلوب العرض يعني.